عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. انظروا إلى حسن التوافق بين الجملتين، فقد أعطي البيان الكامل عليه الصلاة والسلام. الجملة الأولى تدل على العموم، وأما الجملة الثانية تدل على الخصوص. خصوصية ماذا؟ خصوصية قبره عليه الصلاة والسلام. ولذا قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. لكن الحكم اختلف هنا، الأول لا تتخذوا بيوتكم قبورا، هنا الحكم المتعلق والمختص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتخذ عيدا. فلماذا اختلف الحكمان؟ اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على المعنى الأول من الجملة الأولى، ليس كذلك؟ بل خرج، إذ إنه دفن عليه الصلاة والسلام. فجاءت الجملة الأخرى تجديد لحكم يخص قبره عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الحكم؟ أنه لا يتخذ عيدا. وهذه الجملة لا تتخذوا قبري عيدا يدخل قبر غيره من باب أولى. فإذا كان قبره عليه الصلاة والسلام نهي أن يتخذ عيدا، فقبر غيره من باب أولى. ومن هذه الجملة: ولا تجعلوا قبري عيدا، يستفاد منه أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى بقعة يراد منها التقرب إلى الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يشد رحله لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أصحابه أو لزيارة الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى إلا ثلاث بقع. وما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولا هنا محتملة أن تكون للنفي وأن تكون للنهي، فإذا كانت للنفي فإن هناك رواية جاءت بالنهي، فتكون رواية النهي مقدمة، وعلى اعتبار أنها نافية فإن هذا من باب التأكيد على النهي. وذلك لأن من بين الأغراض التي يذكرها البلاغيون في مجيء النهي بصورة النفي هو تقرير هذا الحكم، وكأنه واقع لا مجال ولا اختيار للإنسان في فعله.